أهلا وسهلا بيكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم تأملات إنسانية. واسمحوا لي قبل أي شيء أأكد على سعادتي بوجود ضيف عزيز على قلوبنا جميعا، وهو مش أول مرة يكون معانا النهاردة في الحلقة، لا معانا للمرة الثانية في الموسم الثالث من برنامج تأملات إنسانية في بيت العيلة. وهو راجل صراحة دايما بيقدم لنا كل الدعم، سواء دعم مادي أو معنوي أو مشورة، يعني 24 ساعة مش هقول لا، بتجيلنا مكالمات منه أو بتيجي منا مكالمات ليه في جميع الأوقات، ما بتأخرش عننا. هو الأستاذ أحمد محروس، المستشار القانوني وأحد الرجال المثقفين وكاتب محترم وشخصية قيمة بمعنى الكلمة. أنا عن نفسي بتعلم منه كتير، فاسمح لي أكد على سعادتي بوجود سيادتك معنا النهاردة أستاذ أحمد. صراحة في كل المنتديات والمحافل الفكرية والثقافية والفنية بنلاقي لحضرتك حضور وبسمة. يمكن كان لسه مع سمير صبري في نادي الجزيرة من كام يوم، لقيت صورة حقيقة جميلة لحضرتك مع على السوشيال ميديا. فيعني احنا سعداء جدا بوجود حضرتك معنا أستاذ أحمد. أنا اللي الشرف إن أنا أبقى معاكم يا محمد، وإحنا أنا اللي بتعلم منكم جميعا والله، وليا الشرف إن أبقى معاكم في الاستوديو النهاردة. الله يخليك، منورين الدنيا. حضرتك كنت إضافة لينا الحلقة اللي فاتت، وإن شاء الله الحلقة دي كمان بإذن الله. ربنا يخليك. منورنا يا احمد. منوره بيكي فندم، منوره بيكي. وارحب بزميلاتي اللي منورين الدنيا كلها، الاستاذه وسام بيري والاستاذه نور حسينه الشقيه اللي على طول بيننا فدايما ان شاء الله متجمعين كده ومنورين الاستوديو. ويعني يسمحوا لي اقول الف 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 مليون سلامه لزميلتنا نبيله صبحي، مش موجوده معانا النهارده في الاستوديو لظروف مرضيه، رجليها فيها مشكله كده و جبس او كبيره حاجه بسيطه كده. الف 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 مليون سلام عليك يا بلبله، ان شاء الله تكون معانا في الحلقه الجايه باذن الله. وطبعا لا يفوتنا في البدايه، البلد كلها في حاله حداد لوفاه الرئيس الراحل الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك. طبعا كل شخص ايا كان، رئيس وزير غفير، له ما له عليه ما عليه، فاحنا لا شماته في الموت، ما نقدرش نقول الا البقاء لله لاسرته وتعزينا لاسرته، وربنا يرحمه وحسابه مع المولى عز وجل. واسمحوا لي ان انا اكد على جزئيه تانية حصلت خلال الاسبوع اللي فات. سفير الامل وسفير الانسانيه الدكتور مجدي يعقوب استضافوه في الامارات في احتفاليه كبيره جدا. بصراحه انا كان ليا الفخر كمصري، وكل مصري يفخر بالزخم اللي كان موجود حوالين مجدي يعقوب وبحجم الثقه اللي كان فيه. يعني كانوا كام، 44 مليون درهم اعتقد تقريبا، وجم الشيخ زايد بعد كده ضاعف المبلغ، قال لك 44 مليون ثانيه بقى، يعني حوالي نص مليار جنيه مصري تبرعات على شرف وعلى اسم الراجل ده اللي احنا كلنا بندعمه. وفي صفحات كتير على الفيسبوك اليومين دول عمالين ينادوا بان هو ياخد جائزه نوبل، هو يستحق. ارقى طبعا، صحيح، ارقى وافخم الاوسمه والناشين، ومش قليله عليه خالص جائزه نوبل طبعاً. يعني سواء علميا او انسانيا هو شخصيه قيمه وتستحق كل التقدير. مش عايزين ننسى ان الدكتور مجدي يعقوب قام ب 3500 عمليه زراعه قلب مفتوح، وعمل 20000 عمليه قلب مفتوح. فاحنا تحيه وتقدير للدكتور مجدي اللي انقذ حياه الالاف والملايين بالاستشارات الطبيه وبمعلوماته القيمه. الف شكر ليه، شرف عظيم جدا ان احنا بس نتحدث عن الدكتور مجدي يعقوب. كل التحيه وكل التقدير للدكتور مجدي يعقوب طبعا. اسمحوا لي كمان في بدايه الحلقه ان انا اقول ان احنا جايين النهارده نتكلم عن قضيه امن قومي، هي فعلا قضية أمن قومي. صحيح. جايين نتكلم عن حاجة تمس ملايين ملايين البيوت في مصر. يكفي إن أنا أقول لكم إن سنة 2017 حصل 250 ألف حالة خلع. إحنا جايين النهاردة نتكلم عن قضية ارتفاع معدلات الطلاق بشكل مخيف في المجتمع المصري. طبعا إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، والطلاق ده يعني حاجة، يعني هو عكس الإيجابية، حاجة بنهد بيها مش بنبني. إذا كانت الأسرة هي اللبنة اللي بنبني بها المجتمع، فالطلاق هو المعول اللي بنهدي بيه المجتمع. فكان من الضروري جدا ان احنا نتكلم في الموضوع ده. ويمكن استاذ احمد كنت اشرت ان انت عندك رغبه شديده ان انت تكون موجود في الحلقه بتاعت الطلاق، الكلام ده من شهرين او حاجه. كانت زميلتنا وسام في المانيا اعتقد ساعتها، وقلنا لا ننتظر لما وسام تيجي. انا ان انا اكون موجوده في حلقه الطلاق لان الحلقه دي مهمه جدا. احنا مش عايزين ننسى ان نسبه الطلاق في مصر كبرت جدا يا استاذ احمد. 44% طبعا، بما يعادل 2 كل دقيقتين ونص في حاله طلاق زي ما قلنا قبل كده. تمام. فالموضوع مشكله جدا، زادت عن المواليد بتاع كل يوم
بتتهدم. كل يوم بيت بيتهدم يا جماعه، واحنا عايزين نعاهد ربنا. احنا عاهدنا ربنا من يوم لما قرينا الفاتحه وكتبنا الكتاب ان احنا هنكون مع بعض حاجه واحده. ايه اللي بيحصل عشان تحصل حالات الطلاق؟ هنناقشها مع الاستاذ احمد ان شاء الله دلوقتي. طبعا الطلاق ده ليه اسباب عديده. الطلاق ليه اسباب عديده. نقدر نقول في بدايتها كده مثلا عدم التأهيل النفسي والمعنوي للزوجين ان هم يتقبلوا بعض او يكون عندهم افكار ازاي يبنوا بيت او ازاي يتعايشوا مع بعض. ممكن نقول تاني ترجيح العوامل المادية. الناس بتقول لك اما حد يخش عليهم او عريس جاي لبنتهم، ده معاه كام، ده عنده ايه، نوع عربيته ايه، هيعيشها فين، معاه شقة تمليك ولا لأ. ما بقتش الناس تخش في تفاصيل الاخلاق دي قوي او تسال عليها قوي، بقت حاجه ثانويه الى حد كبير. تمام. احد اسباب المهمه للطلاق العنف. العنف الزوجي، ان احنا ما عندناش بتهيألي ستات بتضرب الرجاله، يعني الرجاله بتهيألي وسام بتقول في المانيا في عنف من المراه ضد الراجل. ايوه الستات بيضربوا الرجاله على فكره، على اموالهم وعلى كل حاجه. عندنا في مصر هنا هو العنف من الرجال ضد المراه، وده حاجه طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك رفقا بالقوارير، فمش رفقا بالقوارير ان احنا نضربها او نمد ايدينا عليها او يكون في عنف باي شكل من الاشكال. عندنا هنا محمد 67% من حالات الطلاق في محاكم الأسرة سببها العنف. في طبعا العنف الأسري اللي هو إحصائية مخيفة يعني. طبعا إحصائية كبيرة جدا. في منها متقسمة ل 24% الضرب بالأيد و 24% بالألفاظ بقى. يعني ممكن يبقى في جرح بالالفاظ اكتر كمان من الضرب بالايد. ليه بقى ال 12% الاخرانيين دول كانوا سببهم بالسلاح الابيض، يعني ممكن يضربها بسكينه، يضربها بمطوه. بالتالي كمان احد العوامل المهمه للطلاق موضوع المشاكل والضغوط الاقتصاديه، ارتفاع الاسعار، واحيانا بتبقى عدم قدره الزوج على الانفاق، واحيانا بتبقى عدم رغبه الزوج، يعني عنده ملاءه ماليه بس مش عايز يصرف على اولاده، مش عايز يصرف. ساعات بيبقوا هما الاثنين اساسا ممكن في كمان عدم اختلاف الثقافات. تأهيل نفسي للعلاقه قبل ما يدخلوا فيها. ان في فرق طبعا ما بين المستوى للزوج ومستوى للزوجه، او طبعا لو الاثنين زي بعض، بس الاختلاف ده ما بتبقاش هي في تأهيل نفسي قبل ما يدخلوا الحياه الزوجيه علشان يعرفوا يعيشوها ويكملوها سوا. ممكن سبب مهم كمان تدخل الاهل. تدخل الام. مزبوط. احنا كلنا عارفين جاهزين بالفيديو بتاع محمود عبد العزيز ومعالي زايد. احنا كلنا عارفين القصه بتاعت الفيلم الشقه من حق الزوجه، لما كان مروح وعايز ينام وهي مش عايزه تسيب ينام. فاحيانا الطلاق بيقع لاتفه الاسباب. تمام. واحد عايز ينام ومراته روح صحيح مطلقه. لا بجد ممكن تقولوا اتفه الاسباب، بس ده سبب مش تافه خالص. الراجل عايز ينام، الراجل تعبان جوهري يعني. صح. بيشتغل 24 ساعه. أيوه. وعايز يرتاح. طب ننزل بالفيديو نشوف محمود عبد العزيز طلق معالي زايد ليه. احنا عايزين بس نقول انه عدم التاهيل ما بين الزوجين او ضروره التاهيل النفسي والمعنوي ما بين الطرفين الزواج او المقبلين على الزواج، ده اهم عنصر من عناصر النجاح الزواج. لانه لو حصل لهم تأهيل، لو ابتدوا يحسوا من قبل الزواج بشهرين او بست شهور ان هم مقبلين على حياة زوجية، هتبقى حياة مشتركة، وهيبقى كل طرف فيهم من له حقوق وواجبات، هيبتدوا يراعوا بعض في الكلام ده كله. هيبقى تدخل الاهل مش ملوش تأثير عليهم، هيبقى الضغوط الاقتصادية ممكن لو حصل هارموني وانسجام بينهم بالظبط هيعرفوا يواجهوا كل مصاعبهم الاقتصادية او تدخل الاهل او اختلاف ثقافات او اختلاف وسط اجتماعي، هيقدروا يتغلبوا على ده كله لو التأهيل تواجد منهم. فطبعا بنقول انه ممكن لأتفه الاسباب. ويمكن حضرتك يا استاذ احمد كنت اكدت في حوار بينا قبل كده ان ضروري ان يكون بصفة حضرتك راجل مستشار قانوني ودارس للقانون في مصر وفي بره مصر في لندن، حضرتك كنت اكدت عليه ان احنا محتاجين في مصر دور للمحكمه في الطلاق، ان هو ما يبقاش حق مطلق للراجل. ده حقيقي. اتكلمنا على الفكره دي يا استاذ احمد. ده حقيقي. اولا احنا بنتكلم على دور محكمه الاسره في الطلاق، ان هو ايه الفكره اللي انا بقولها علشان نحد من الاحصائيات المخيفه بتاعه الطلاق الموجوده في مصر، انه الراجل ما يبقاش عنده القدره انه يرفع او يوقع يمين الطلاق على زوجته في اي وقت. لا، اذا كان عنده مشكله مع زوجته فبدل ما هو يعالجها او يعالجوها بصوره انفعاليه في البيت، يذهب يتوجه للمأذون يكتب المشكله دي، يعرضها على المأذون ويكتبها على ورق، وترفع هذه المذكره بتاعته الى محكمه الاسره. يجي القاضي بتاع محكمه الاسره يستدعي الزوج ويستدعي الزوجه ويفتحوا حاجه اسمها التحقيق، ويحيلوا طلب الزوج، وكذلك ممكن يكون طلب الزوجه يحيلوه الى قاضي التحقيق، ويستدعى الطرف الاخر. يبتدي مثلا لو الزوج اللي رافع الطلب، بنجيب الزوجه ونقول لها جوزك مقدم فيكي طلب انه موجه لك اتهامات انك مقصره معاه في كذا وكذا وكذا وكذا. ساعتها الزوجه بيبقى من حقها انها ترد على الاتهامات دي، ويتم التحقيق في الموضوع ده كله. دوت اللي هي حتى كان في لينا زميله عزيزه اللي هي ثويبه، ساعتها ممكن نقدر نقول ان الزوجه هنا تقدر ترفض الطلاق.
في مثل هذا الدفع. في النهاية بيجي القاضي يقيم الموقف قدامه، إذا شاف إن الحياة ما بينهم قادرة على الاستمرار فممكن يديهم فرصة تانية، مثلا يقول لهم طيب هنتلافى المشاكل والعيوب ديت، هنديكوا 6 أشهر تاني مع بعض تكملوا ونشوف بعد كده في الجلسة الجاية نشوف قدرتوا تتلافوا العيوب وهتكملوا مع بعض أو لا. شافهم في حالة توتر شديدة قوي ممكن يصدر حكمه بإيقاع الطلاق طلقة بائنة، وإن هم ينفصلوا على بعض عن بعض لمدة 3 شهور اللي هي فترة العدة، ويشوف كل واحد فيهم هل هيقدر يرتب حياته لوحده بعيد عن شريك حياته ولا لا. وبعد كده يرجعوا له في الجلسه الثانيه يقولوا عايزين نكمل ولا مش عايزين نكمل. شايف ان في استحاله حياه خالص يبقى اديهم طلاق طلاق بائن بقى، ويبقى ايه خلصوا من بعض وما فيش مجال للرجوع بعد كده. ده زي ما لما الرئيس السيسي في 2017 دعا لحظر الطلاق الشفهي، ده كان برضو كان بمناسبه كلام حضرتك طبعا ان في ازواج بيستهتروا جدا بالحياه الزوجيه، وبتبقى كلمه الطلاق دي بتبقى كلمه كده بسيطه بتتقال في وقت العصبيه زي ما احنا شفنا دلوقتي الفيديو. طبعا ده استهتار بقدسيه الحياه الزوجيه وبقدسيه العلاقه دي، وقد ايه ان هي علاقه المفروض ان هي ما يبقاش فيها استهتار للدرجه دي. بس برضو انا كان برضو يعني زياده لده كان في ان كمان الازهر كبار العلماء في الازهر رفضوا الموضوع ده وقالوا ان ده كان استناد طبعا لان من ايام الرسول كان ده متفق عليه، ان طالما توفرت الاركان وان كان الزوج طبعا في وعي وقال الكلام يعني كل الشروط خلاص مش محتاج ان يكون في توثيق، مش محتاج ان يكون في شهود، وساعتها بيبقى وقع الطلاق. فحضرتك بقى مع الكلام ان الازهر كان بيقوله، ولا مع ان كان الرئيس كان عايز ان احنا نعمل نصدر قانون ليه دعوه بده؟ حضرتك مع ولا ضد؟ انا شايف ان كلا الرايين ما فيش بينهم اي اختلاف. اركان الطلاق هتفضل قائمه زي ما هي كما نادى بها الازهر الشريف. كل المطلوب انه بدل ما الراجل او الزوج يوقع يمين الطلاق شفويا ويصبح هناك تداخل ما حدش عارف هو طلقها ولا ما طلقهاش ولا راجعها ولا ما راجعهاش، لا احنا هنا حفاظا على قدسيه العلاقه الزوجيه عشان الراجل ما يبقاش بيستخدم يمين الطلاق دوت باستمرار كنوع من التهديد لزوجته لاجبارها على شيء معين، مثلا يقول لها ما تروحيش لاهلك واذا رحت هتبقي طالق، ما اطبخي لي الشيء الفلاني واذا ما طبختليش هتبقي طالق، بدل ما نعمل المشاكل دي كلها. وكذلك الحفاظ على شرعيه العلاقه عشان الزوجه تبقى عارفه هي اتطلقت امتى وتراجعت امتى وايه حقوقها في النهايه كزوجه بائنه او زوجه رجعيه او وامتى تقدر تطالب بنفقه العده بمؤخر الصداق بكل حقوقها الشرعيه كمطلقه. فكل اللي بيطلبه من الزوج انه بدل ما يطلق يمين شفوي لا يذهب للمأذون ويطلق تحريري طلقه ثم اثنان ثم الطلقه النهائيه هيبقى طلاق بائن وتبتدي الزوجه تاخد كل طلاق. يبقى اذا انا بايد دعوه الرئيس السيسي اللي قالها في احتفال عيد الشرطه في سنه 2017 بتوثيق الطلاق. هل المحاكم تستوعب كل هذه الطلبات؟ وبعدين في اسر كمان يا استاذ احمد على احترامي يعني في اسر بتحب الطلاق ده مثلا لما يحصل طلاق شفوي بيحبوا يخلوه في السر علشان ما ينفعش كل الناس تبقى عارفه، بس طبعا لما هيتكرر كذا مره هتبقى عايشه معاه حياه في الحرام. تمام. لكن طبعا ما ينفعش ان كل مره يروح المحكمه عشان يوثقوا طلاق، يعني انا مش شايفه دي يعني. بالعكس ده انا بعكس الايه يا استاذه وسام، انا شايف ان هو مش مساله ان احنا بنزود العبء على المحاكم، ده انا في حقيقه الامر زي ما تقولي بخوف الاسر لما يحسوا ان هو هيبقى فيها صعوبه وان كل مره هيضطر يتوجه لمحكمه الاسره ويتوجه للمأذون ويرفع مذكره ويبقى في دعوه وفي جلسه. بعد اذنك ثانيه واحده، هل من حق الزوجه هنا انها تقول اسف ارفض الطلاق؟ ما هي ممكن برضه تبقى مش عايزه تتطلق وتروح المحكمه كل شويه عشان تتطلق. ده يعني سؤال مهم وسالنا لحضرتك يعني السؤال ده في جلسه الاعداد امبارح يا احمد. تمام. هل من حق الزوجه ترفض الطلاق قانونا او من وفقا من منطلق اللي حضرتك بتطرحه الطرح بتاعك؟ وانا صراحه يعني انا بقدر جدا الطرح بتاع حضرتك ده ان احنا نلجئ الطلاق للقاضي او للمحكمه، ما يبقاش حق مطلق انا جاي مرهق ولا تعبان ولا حصل مشكله وروح مطلعها عشان التاكسي لو ما عملتلوش بط هتعمل اللي مش عارف هيطلقها. صحيح. هو فعلا كان مرهق كده كمان لازم تحترم شعوره وتحترم قدسيه تعبه، بس يعني ده يا استاذ ما يكونش سبب انه يهد بيت يعني ان هو في احترام وانا بس يهد بيت اكتر من كده. انا عايز ارد على النقطه الجميله اللي انتوا بتسروها اللي هي كلمه اسف ارفض الطلاق. أيوة. هي دي فكرتي بقى بالظبط، ان هو لو ابقينا على الوضع الحالي وان الطلاق شفوي فقط يبقى الراجل من حقه يطلعها في اي وقت عشان موضوع البط عشان موضوع التاكسي عشان البط ده ما سبتوش تنام الدور عشان حبيتك. بس ده شرعا لو هو احنا قال ان معنا معانا اتصال تليفوني عمالين يقولوا لي بقى لهم دقيقتين. معانا احد المشاهدين معانا على الخط. مساء الخير عليكم جميعا. اهلا وسهلا استاذه نبيل. مين نتشرف بحضرتك؟ ايه ده نبيله معانا؟ زميلتنا نبيله صبحي معانا على الخط.
ازيك يا بلبله؟ الف مليون سلام عليك. الله يسلمك يا محمد. سلام عليك. كنا نتمنى تكوني موجوده معانا في الحلقه الجميله دي بوجود الاستاذ احمد محروس. كانت شيقه وكان نفسي اكون متواجده والله. الف مليون سلام عليك. الله يخليك يا محمد. الله يخليك. وازيك يا وسام؟ وازيك؟ لا لا ربنا ما يجيب خناقه. وحشتوني. وحشتينا ان شاء الله. تنوري استوديو الحلقه الجايه. تنوري مكانك فاضي جنبنا. سايبينه اهو. حبيبه قلبي. حبيبي كنت عايزه اقعد في النص انا صراحه بس رفضوا. لا ده مكان بلبله. لا انا بفعل غيري. الف سلام عليك. الله يسلمك. الله يخليك يا رب. كنت عايزه اسال المستشار احمد عن اهم اسباب الطلاق. مين المسؤول الاول؟ هل هو الزوج ولا الزوجه ولا الاهل ولا الظروف الاجتماعيه؟ وايه اللي ممكن يقلل حدوث النسبه دي اصلا؟ تمام. احنا لسه كنا بنتكلم الاول. الف سلام عليك يا نبيله وتبقي منوره. الله يسلمك يا استاذ المستشار. الله يسلمك يا فندم. وتحيه لحضرتك طبعا. انا مستشاره في الكنترول بيقول الشيطان هو السبب على فكره. ربنا يخليك يا نبيله. عايزين نقول برضو هنعيد الكلام ان اهم اسباب الطلاق عدم التاهيل النفسي والاجتماعي ما بين الزوجين. ما بيبقوش مؤهلين لفكره الجواز. كتير جدا من البنات والاولاد وخصوصا صغار السن شايفين ان الجواز هو عباره عن ليله الفرح وليله الزفاف وشهر العسل والاحتفال اللي بيحصل والاصدقاء والكلام ده كله. لا طبعا انا لازم ادربهم واعلمهم من قبلها فتره ان انتوا داخلين على حياه مشتركه هيبقى فيها مشاكل، هيبقى فيها ارتباط، لازم تستحملوا بعض، لازم كل واحد يتنازل عن جزء من احتياجاته والكلام ده كله. تمام. نمره اثنين برضو تدخل الاهل. قد يكون هناك الضغوط الاقتصاديه، قد يكون هناك اختلاف في الوسط او البيئه الاجتماعيه. هي جايه من وسط منفتح مثلا. انا قريت ان نسبه 10% بسبب الاهل نسبه الطلاق. ده حقيقي فعلا. ده حقيقي. نرجع بقى حضرتك للجزء الثاني من السؤال اللي هو الحد من اسباب الطلاق. هي دي ده الاقتراح اللي انا بقدمه الصراحه في الحلقه النهارده. انه ما يبقاش هناك في حريه كامله لايقاع الطلاق من الرجل، خاصه ان الموضوع دوت ايضا مساواه بحق المراه. المراه ما بتحب تتطلق او بتخلع بتروح محكمه الاسره. فانا شايف ان لما نحب نساويها بالرجل يبقى الرجل عنده نفس الالتزام، لما يحب يطلق يروح محكمه الاسره. لانه لما يروح محكمه الاسره هيبقى مضطر يشرح للقاضي او للمأذون اولا ليه هو عايز يطلق. ما يبقاش مجرد انه عنده رغبه نتيجه ان هو متضايق الظهر هيعمل عايز ينام. الموضوع ده بعد كده. نعم بالظبط. هيبقى هيلاقي نفسه في تكتيف عليه، في قيد عليه انه يطلق لاي سبب. لانه هو مش هيطلق بمجرد ايقاع اللفظ، لا هو بيبدي رغبته عند المأذون، بيقول انا عايز اطلقها لاسباب 1 2 3 4. الكلام ده بيترفع لمحكمه الاسره، القاضي بيفتح تحقيق في النقطه دي، بيجيبه بيجيب الزوجه. إذا لقى الأسباب حقيقية نبتدي نتكلم في حدوث الطلاق. ومن هنا بقى متى يكون الطلاق مهما؟ طبعا سعيدة بالمداخلة دي الأول. أحب أشكركم جميعا. ميرسي يا بلبلة. معانا إن شاء الله تنوري الاستوديو الحلقة الجاية. إن شاء الله. السلام عليكم. يا محمد وباي باي ليكم جميعا. و احنا بنقول هنا متى يكون الطلاق مهما؟ بالعلم ان محاكم الجنايات مليانه بقضايا القتل والتقطيع، وستات بتقطع جوزها وراجل بيقسم مراته وحاجات كده غريبه. فهنا في الحاله دي يكون الطلاق فعلا مهم بقى، يعني عشان ما نوصلش بقى للجرائم. بيكون من الضروري ان العلاقه تنتهي ونوصل. تمام. انا برضو شايف ان وصلوا لدرجه كره كبيره يعني. فعلا الطلاق هنا ممكن يبقى مهم في الحاله ديت. وقد يكون هناك برضو بعض الناس بتلجا للمراوغات. يعني في بعض الحالات، واكيد انتوا يعني سيد اللي عارفين في النقطه ديت، ممكن يبقى راجل مش عايز يطلق عشان المؤخر بتاعه كبير او التكاليف الماليه عليه كبير، فبيلجا ان هو يطفشها عشان تلجا للخلع. انا بدل ما ادخل في المهاترات دي كلها ويبتدي يحصل عنف ما بين الزوجين وهي عايزه تطفشه وهو عايز يطفشها، وزي ما حضرتك بتقولي ممكن يوصلوا للقتل او للضرب او للخناقات او الكلام ده، طب ما انا استبدل الكلام ده كله. بدل ما يبقى العلاقه متوتره بينهم هم كاشخاص، لا انا بديهم فرصه وبدي الزوج فرصه. خد مشكلتك وروح اعرضها عند المأذون وقول له ده بيحصل كذا كذا كذا. الزوجه نفس الوضع، هو عايز يجبرها على الخلع، تاخد الكلام وتروح عند المأذون وتقول له بيعمل كذا وكذا وكذا عشان يجبرني على التنازل. بتأدي هذا الغرض يعني؟ ممكن لا، هي حاليا ما بتؤديش هذا الغرض. أوكي. لكن مع اقتراحي بالتطوير ممكن تؤدي هذا الغرض. الست في حاله المراوغه بتاعت الزوج انه عايز يجبرها على التنازل عن حقوقها، تعرض مشكلتها عند المأذون، المأذون يرفعها لمحكمه الاسره وقاضي الاسره يجري تحقيق. احنا برضه اذا اكتشف المراوغه يحكم بالطلاق. الاطفال بقى احنا دلوقتي عايزين نتكلم عنهم ان هم اكتر الناس اللي بتتاثر بالطلاق طبعا. تمام. في الاول انا عايزه برضه ننوه عن حاجه، ان احنا لو في داخلين على مرحله الطلاق لازم ان احنا نهيئهم نفسيا، ان احنا نقعدهم ونفهمهم ان في دلوقتي ان استحاله العشره وبقى في ان احنا داخلين على مرحله جديده، فلازم يكونوا بيستوعبوا ده. ولو حتى ما استوعبوهاش او هم كان الاهل ما عندهمش الوعي الكافي لده، لازم برضو نفهمهم ان في كمان بعد المرحله دي ان الاطفال هيتاثروا بالطلاق ده، سواء نفسيا ان هم هيكونوا غير اسويه،
في الحياة الزوجية برضو هيبقوا غير أسوية، إن هم ممكن يأثر عليهم. على فكرة دول من أكتر الناس اللي لما بيكبروا بيخزنوا، بس بيتأثروا كمان في حياتهم الزوجية، إن هم بيبقوا أكتر ناس عندهم استعداد إن هم يخرجوا من الحياة الزوجية دي. صحيح. إن هم بيبقوش عندهم استقرار. لا بالعكس. بيأثر عليهم كده. تمام. لأ على حسب التهيئ، إن هو تهيئ إزاي للمرحلة دي. أنا عندي كلمة عن إذنكم صغيرة. اتفضلي يا فندم. إن بيقولوا يا أستاذ أحمد فقد الشيء لا يعطيه، بالعكس فقد الشيء ممكن يعطيه لما يتحرم منه. يعني لما حد يكون اتربى في أسرة حرم من حاجة، في أسرة مش مستقرة، هو عايز يستقر، عايز ولاد يكونوا مستقرين، بس برضه بيفقد الثقه. كلمنا عشان تعثر الاطفال يا استاذ احمد. تمام. ما هو تعثر الاطفال من الطبيعي ان الاطفال في الاسره هي اكثر الكائنات تاثرا من موضوع الطلاق، لان هم بيبقوا صغيرين جدا فاقدين الخبره، ونتائج الطلاق كلها بتقع عليهم. فالاقتراح اللي احنا اللي انا عرضته في الحلقه النهارده، اللي هو عرض مشكله الطلاق على محكمه الاسره، جزء كبير منه ان انا بحمي الاطفال من التعرض لهذه المشاكل. بدل ما يبقوا عايشين في بيئه في صراع ما بين الاب والام، احنا بنحيل الصراعات كلها لمحكمه الاسره وهم يعرضوها في الجلسه، لكن لما يرجعوا البيت مش هيبقى في تشاحن وصراع ما قدام اطفالهم، فالاطفال مش هيتعرضوا، مش هيشوفوا الصراع ما بين ابوهم وامهم، وهيفضلوا عايشين في فكره الاسره السعيده. حتى لو وقع طلاق في هذه الحاله هيبقى طلاق ناتج عن تفاهم، وهيفضلوا مهمة جدا عند الأطفال. أبوهم وأمهم ما زالوا أحباء، يمكن انفصلوا عن بعض وأبوهم راح حتة تانية، بس في احترام وفي حب. وقت ما يبقى في مشكلة ليها دعوة بأي حد من الأطفال برضو، معلش دون قطع كلامك، لما بيبقى في برضو مشكلة ليها دعوة بالشخص ده سواء طفل أو كبير على فكرة، لما بيكونوا الأهل منفصلين وبيبقى في ما بينهم تفاهم، بيعرفوا إن هم يحتووا المشكلة دي وبيحلوها له، بعيدا عن إن هم يضربوني في الكنترول بقى دقيقة خلاص. يعني رسالة أخيرة بنرسلها لكل البيوت، زي ما أستاذة وسام بتقول، عشان أطفالنا وعشان أسرنا وعشان ولادنا وعشان إخواتنا، لازم ضروري نفكر مليون مرة قبل ما نرمي يمين الطلاق، قبل ما نروح للمأذون، قبل ما نخون، قبل ما نعمل أي حاجة تأثر على اللبنة اللي بتبني المجتمع ده. ضروري نفكر مليون مرة. الكلام عن موضوع الطلاق اللي هو أزمة كبيرة في المجتمع مش هينتهي. كنا سعداء جدا بوجود سيادتك معانا أستاذ أحمد. نصيحة أخيرة أستاذ أحمد بسرعة على الهواء وإحنا بنختم كده، تقولها لكل الزوجين عشان يحتفظوا بأمان الأسرة واستقرارها إن شاء الله. نصيحة أخيرة، أنا لو هنصح المتزوجين حديثا أو الشباب الراغبين والمقبلين على الزواج، أقول إن أفضل صيانة للموضوع للزواج أو للرباط الوثيق بينهم يقلدوا اخواتنا الاقباط، اللي هم اساسا ما بيتجوزوا بيقولوا ما فيش طلاق. هي الفكره علينا. واحنا كنا سعداء جدا بوجودنا معاكم النهارده، ونوعدكم هنتكلم تاني وتالت ورابع في موضوع الطلاق. كنا سعداء بوجود ضيف قيم زي استاذ احمد محروس، وكنا سعداء بوجودنا معاكم محمد نجم الدين وسام باري ونور اسامه، ومن على التليفون نبيله صبحي.